بطريركية الأقباط الأرثوذكس، كنيسة القديس العظيم ماري جرجس بميت دمسيس، بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا توادروس الثاني، وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، والنائب الباباوي والمشرف على الاحتفال. تعلن الكنيسة عن بدء الاحتفال واستقبال الزائرين في فترة الاحتفالات ابتداء من 22 أغسطس 2019 إلى 29 أغسطس 2019 يوميا من الساعة 6 صباحا إلى 10 مساء، لحضور صلوات القداسات والعشيات والعظات والألحان والتسابيح. بركة وصلوات الشهيد العظيم ماري جرجس تكون معنا جميعا. الأنبا مرقس، النائب الباباوي والمشرف على الاحتفال.